As-salamu alayka ya warith Adam sifwatillah. As-salamu alayka ya warith Nuh nabiyillah. As-salamu alayka ya warith Ibrahim khalilillah. As-salamu alayka ya warith Musa kalimillah. As-salamu alayka ya warith Isa ruhillah. As-salamu alayka ya warith Muhammadin habibillah. As-salamu alayka ya warith Aliyin amir al-mu'minin waliyillah. As-salamu alayka ya warith al-hasan al-shaheed sibn rasulillah. As-salamu alayka ya ibn rasulillah. As-salamu alayka ya ibn al-bashir al-nadhir wa ibn sayyid al-wasiyin. السلام عليك يا ابن فاطمة سيد الدين نساء العالمين. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرتي. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاري. السلام عليك أيها الوتر الموتور. السلام عليك أيها الإمام الهادي الزكي وعلى أرواح حلت بفنائك وقامت في جوارك ووفدت مع زوارك. السلام عليك مني ما بقيت وبقي الليل والنهار فلقد عظمت بك الرزية وجل المصاب في المؤمنين والمسلمين وفي أهل السماوات أجمعين وفي سكان الأرضين. فإنا لله وإنا إليه راجعون. وصلوات الله وبركاته وتحياته عليك وعلى آبائك الطاهرين الطيبين المنتجبين وعلى ضرارهم المحدات المهديين. السلام عليك يا مولاي وعليهم وعلى روحك وعلى أرواحهم وعلى تربتك وعلى تربتهم. اللهم لقهم رحمة ورضوانا وروح وريحانا. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن خاتم النبيين ويا ابن سيد الوصيين ويا ابن سيدتي نساء العالمين. السلام عليك يا شهيد يا ابن الشهيد يا أخ الشهيد يا أم الشهداء.
اللهم بلغه عني في هذه الساعة وفي هذا اليوم وفي هذا الوقت وفي كل وقت تحية كثيرة وسلاما. سلام الله عليك ورحمة الله وبركاته يا ابن سيد العالمين وعلى المستشهدين معك سلاما متصلا ما اتصل الليل والنهار. السلام على الحسين ابن علي الشهيد. السلام على علي ابن الحسين الشهيد. السلام على العباس ابن أمير المؤمنين الشهيد. السلام على الشهداء من ولد أمير المؤمنين. السلام على الشهداء من ولد الحسن. السلام على الشهداء من ولد الحسين. السلام على الشهداء من ولد جعفر وأقيل. السلام على كل مستشهد معهم من المؤمنين. اللهم صل على محمد وآل محمد وبلغهم عني تحية كثيرة وسلاما. السلام عليك يا رسول الله، أحسن الله لك العزاء في ولدك الحسين. السلام عليك يا فاطمة، أحسن الله لك العزاء في ولدك الحسين. السلام عليك يا أمير المؤمنين، أحسن الله لك العزاء في ولدك الحسين. السلام عليك يا أبا محمد الحسن، أحسن الله لك العزاء في أخيك الحسين. يا مولاي يا أبا عبد الله، أنا ضيف الله وضيفك وجار الله وجارك، ولكل ضيف وجار قران وقراية في هذا الوقت أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني فكاك رقبتي من النار، إنه سميع الدعاء قريب مجيب. السلام عليك جميعا شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته.